أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال أعمال متميزة. اخترنا لكم اليوم السيد عمر من مطعم ركن السلات. حابين نرحب فيك بداية طبعا أستاذ عمر، نورتنا ونورت البرنامج. أهلا أهلا ومرحب بكم، وأنا سعيد جدا والله يعني بتشريفكم لمطعم ركن السلات. أهلا وسهلا فيك. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أنا عمر إبراهيم الحسن عثمان. أنا في الأصل طبعاً أنا موظف، أنا مترجم ومدرب لغة إشارة، وبعد ذاك أنا بجانب آخر يعني لدي شغف كبير جداً في عمل البيزنس، وتحديداً البيزنس في مجال المطاعم. ما شاء الله، طبعاً مجال مختلف عن مجال عملك وهو مجال استثمار في البيزنس. خبرنا أكثر عن ركن السلال، خبرنا أكثر عن الأكل اللي بتقدموها الشهيرة طبعاً، اشرح لنا أكثر عنها. طبعاً في الأصل الأكلة أصلاً سودانية، والسلات هو نوع من الشواء لكن بطريقة مختلفة، طريقة قديمة جداً، وتحديداً يعني عند أهلنا في مناطق شرق السودان اللي هي مناطق البيجة. الطريقة أصلاً بيتشوي اللحم، بيتشوي على الحجر، يعني زي ما شايفين هاي هي الطريقة، اللحم بيتشوي على الحجر، وأصل الكلمة ذات سلات لأنه يعني الدهن بينسلت من اللحم. بتحصل عملية بتاعت يعني تنجيض للحمة عن طريق الدهن لكن بواسطة الحجر، وبعد ذلك بينزل تحت، فده أصل كلمة سلات. طيب أنا يعني صراحة بديت في العمل لا يمكن أكثر من 4 سنوات من 2018، وده هو واحد كان من شغفي، لأنه أنا زول أصلا من شرق السودان مدينة كسلة، فعشان كده حبيت أنه أقدم تجربة مختلفة في مجال البيزنس، وتحديدا في مجال بيزنس المطاعم. ممتاز. طبعا في ظل المنافسه الموجوده في دوله الامارات في جميع مجالات العمل مش بس مجالات المطاعم، لازم يكون عندك شيء من التميز حتى تختلف فيه أكيد عن باقي المنافسين. شو اللي بيميزكم اليوم في ركن السلات عن باقي المنافسين؟ والله صراحه حقيقه الشيء اللي بيميز اصلا اللي هو طريقه الشواء ذاتها اللي هي على الحجر، يعني طريقه مختلفه جدا. حتى نحن عندنا في السودان هي طريقه خاصه لاهل شرق السودان، فما موجوده في كل السودان طبعا، كل منطقه برضه لها طريقتها الخاصه. اكيد طبعا، لكن انا اكيد الشيء اللي بيميز يمكن شايفه دي من الحاجات اللي بتميز جدا، انه طريقه الشواء على الحجر، فدي الطريقه اللي انا دخلت بها السوق. ممتاز. طبعا حابين ايضا نتعرف عن الهدف والرؤيه المستقبليه اللي راسمينها في السنين الجايه ان شاء الله. والله صراحه طبعا يعني كطموح كل شخص يعني في مجال البيزنس وتحديدا في البيزنس بتاع المطاعم، ف يعني انا الهدف والرؤيه يعني ان شاء الله يعني غريبا يعني بتمنى انه اشوف مثلا يعني اول حاجه الوجبه نوع الشواء هذا اللي هو السلات اشوفه غريبا يعني منتشر في كل انحاء الدوله، منتشر عالميا، اشوفه في المولات العالميه، اشوفه في اي مكان يعني زيه زي اي وجبه منتشره عالميا. طبعا نتمنى لك دائم النجاح والتوفيق والتميز ان شاء الله. نحن هون احنا موجودين في دوله الامارات، دوله الامن والامان. كيف ممكن يساعد الأمن والأمان على استقطاب المستثمرين؟ كيف ممكن يساعد على استقطاب أو استقرار السوق اللي احنا فيه؟ والله برضه في الحقيقة طبعاً دي واحدة من الحاجات المهمة جداً، يعني أصلاً إذا ما كان في أمن وما في أمان أصلاً ما حيكون في استقرار لأي حاجة. بالضبط صحيح. والحمد لله يعني دي نعمة موجودة هنا، وإن شاء الله يعني ربنا يديم الأمن والأمان، ودي واحدة من الحاجات الأساسية اللي بتشجع إنه الواحد يستثمر، وتشجع إنه الواحد يكون مستقر يعني في عمله. أكيد مستمر. أكيد طبعاً. حابين نتشكرك على ظهورك معنا اليوم، نورتنا ونورت البرنامج. في نهاية الحلقة نتعرف على كيفية الوصول والتواصل لركن السلات. طبعا كيفية الوصول والتواصل برضو كالعادة، بما أنا يعني الموقع يعني موثق على جوجل مابس، فيه كل أرقام التواصل، فيه كل الحاجات يعني موجودة. ممتاز. طبعا جميع أرقام التواصل والموقع الإلكتروني سوف يظهر أسفل الشاشة، بالإضافة إلى موقعنا الحالي واللي هو في مدينة دبي. نشكرك مرة أخرى أستاذ عمر، نورتنا. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله. شكرا جزيلا.